بيصيروا عم يشتغلوا على كل قضاياهم. اكيد اكيد هون انت هيدا هو هيك التغيير. هول الناس ال 80% يلي ما خصهم ويلي بيقبلوا كل شيء وبيقبلوا القوانين والمراسيم وقاعدين بالبيت، المشكل انه مفكرين هن مقاطعين ما عم ينتخبوا لانه ما عاجبهم، بس هن عم ينتخبوا لانهم قاعدين بالبيت. لو 21% بيجي منهم لهول 80% كان ما بيطلعوا نفس هول الريبريزنتاتيف لإلهم. هيدا يلي نحن عم نجرب نعمله على الارض، والناس ما بتعرف حقها. يعني بتطلع الناس ما بتعرف وين حقها، ما بتعرف انه رصيف لإلها، ما بتعرف انه السبيسز كلهم لإلها، ما بتعرف انه البحر لإلها، ما بتعرف حقوقها. لما منقول الدرج عندهم مشكلة امان على الدرج، مين اللي معني بالدرج؟ صاروا بيعرفوا مين كل المعنيين بالدرج. ايه اكيد هيدا سياسة، وبفتكر هيدا التغيير. هون لازم يكون التغيير bottom up، لانه نحنا ما بدنا نكون مثل السلطة. ستيريوتايب ايمج تاعت السلطة انه اذا واحد منهم عطس لانه مرشح بيطلع على التيفي وبيقول عطست، هو لانه مرشح، لانه مجرب، مش لانه عمل شيء للناس. نحن من سنه ونص ما بدنا لا نطلع على الاعلام، بدقوا لنا التلفزيونات لا سوري ما نحكي، لانه بدنا نعمل اتشيفمنت. عم نشتغل مع الناس، عم نشتغل لاحيائنا لاولادنا لمصلحتنا لحقنا العام. نحن نحاسبهم وين؟ بالانتخابات بصندوق الاقتراع. ما في شيء بحي بينعمل او بمنطقه بينعمل بمنطقه ثانيه، كل منطقه لها حيثياتها ولها خاصياتها. لو اتشيفمنت صغير هالقد صغير بيطلعوا يي بينعمل، فينا عم نعمله بلا السلطه، طب ليه هالسلطه ما عم تقدر تعمله؟ سو هيدا يلي عم نشتغل عليه. ايه منه تبكل ابدا، كثير بارتيكولر كثير سبيسيفيك.